ايوا البنات، كي دايرين الدراري؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا المتتبعين ديالي؟ المهم كتعاودوا كلشي مزيان ان شاء الله خير وبخير. جيت صراحه اليوم ندير معاكم واحد الروتين وعاد غادي نعاود معاكم شنو وقع ليا اختي، شنو وقع ليا قبل وداكشي غادي تعرفوا. ماشي اليوم ماشي اليوم، راه دابا نشارك معكم واحد القيطه. اليوم راه الخميس، كان ماشي ليا الويفي تمشى ليا. شكون تيعجب الروز؟ انا الخطره تعجبني الروز تاع حمق صافي. وغادي تشوفوا بعدا الروينه اللي عندي في الكوزينه، شوفوا على الروينه باش ما يطيحش التليفون. واحد الروينه نعاودش ليكم باش نبقى نصور الروينه في الكوزينه. وصافي هنايا غادي نحاول نغسل هاد الماعن ونحيدهم عليا واحد شويه ديال الزيت نخلي هنايا. هنا اختي الماعن بقاو يومين جا عمل البارح واليوم صامود، كنقول اللهم نوض نوضه وحده، فهمتوا؟ نوضه وحده نوض صافي باش نشلي الماعن اختي هنايا. انتو والله ما قدرت اختي نعيش بلا ويفي صراحه، مقدرتش بلا ويفي. عرفتو شنو باش تعرفوا لي راه هبيله الريزو مشى وجا لكاع الناس الويفي، تنقول صافي راه باقي لنا، راه ماشي مشكل، باقي الناس ما جاهمش، باقي هادي باقي هذا. واختي شكون اللي تعرف انا المويعه اللي تعجبني نجيهم ضروري اختي ضروري جاي في ضروري. واتش اجي دوك ديال العباسين ايوا دابا درنا اختي اتش. شو واحد الصباغه بيضاء جيت جربتها في يدين وصافي. غادي نشل هذا المقراج هذا الدرير، غنسخن الماء خصني نقول لك هي منعس ولا كيف وليت كنعس بزاف. راكم عارفين الاكتئاب كيعب جانب النعاس، واخا صراحة بزاف الناس لاحظوا انني ضعافيت، ولكن هادشي ضروري دابا الا ما شربتش القهوة ما نفعش صراحة. وليت هادشي مدمنة على شي حاجة سميتها القهوة. سي خصي ماشي القهوة، واحد الساشي هذاك اللي كيتباع فيه قهوة حليب هذاك اختي، انا وحلتها هنا تبدلتها انا وكرفتي هنا. ايوا الخوذ قلت لكم قطعوا لي الويفي 3 ايام، تصوروا من الاثنين حتى اليوم الخميس وانا كنحنش المقطوع راسو. راسو راه غير هذا زعما راه حنايا والله ما نقدروا نعيشوا بلا تليفون بعدا. انا بالاخص انا مع اختكم ما كنخرج مع هذا، راه مشكل والله مشكلة وما عنديش الحل صافي. اختي دابا بغا نحيد الماء عندي نقاية، هادو ما فيهم والو، نسقم هما اللولين كيسان الصراحة كنبغي نصبقهم. صراحة وليت كنعجز بزاف 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 اليوم، قلت الله ديال سعيدة تغسل لي الماعن الماضي. ونخليكم تسالف ونطولش عليكم. صراحة والله صعيب على هاد الجلد ديالنا نعيش اختي بلا تيليفون مني انا وجو. انا تنقول زعما راه ما مدمناش عليه أتوري وين برا نقول لي يلا صافي خوت. المهم كي دايره نفسيتكم مزيان؟ صافي خوت الله حد بزاف الناس كيشدو من نفسي، بزاف الناس كيقول لك ما عرفتيش عيينا درنا أتوري لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يلبس الزمن هين كاينة ما يمرض وحق الله، لا غير ما يمرض وصافي.
ما دايره بالي مع التليفون كلشي كنقي اي واش نقول لكم انا حبيت فاهم كنضيع سميتو الماء بزاف وانا كنعيش نضيع الماء بزاف كيعجبني هذا الروتين الصراحه عرفتي علاش كنخليهم مع الجمعه لانه كيعجبني نبقى بحال هكا نغسل فيهم بحال هكا كيعجبني ايوا هادي قالت لي هاد الطويصه الصراحه هاد الفوق كيعجبني فيها فايكوك والبن ما يعجبنيش ايوا هذا مكان الخبز هذا هو الروتين ديال الماء جيت نشاركو معاكم الصراحه نشارك معاكم الروتين نعاود لكم شنو وقع ليا حيت كنحس هادشي كترتاحي حيت ملي كتشكي فيديو كتعاودي بحال ما عرفتي شنو درتي وحق سلام خصك تحسي براحة هي الفلاحة خلي الملاح ساكن مع الدم راحة اختي يعني انا راكم عارفين عندي مشكل في الكحل ايوا صافي هاني ساليت هنايا ساليت خير شحال كتحل شحال الشعر كيتحرق ليا شكون البوطاش علاش فيه انتما اختي ها هو ساليت هو روتين ساليت هنايا والحمد لله دوش على هادو الحمد لله المهم اختي من بعد ما سالينا طاحت من بعد ما سالينا غادي ندير هاديك الميه سخونه الساشي اللي فيه القهوه حبيب كيف ما قلت لكم ولا في النعاس خاصني ضروري ندير شي حاجه في الدار وانا وليت غنخسخه ملي كنشرب القهوه شكون بحالي زعما كتفيقني بزاف كتفيقني بزاف كاع وصافي وغادي نخلط الله على ربيحي الخبز الله وصافي المهم هذا هو الروتين ديالي غادي نمشي اختي دابا غادي نشربها وغادي نقرا سوره البقره اللي كيف ما قلت لكم راني مواظبه عليها كل نهار كنواظب عليها المهم السكر كندير غير نص هادي صافي المهم كنديرش حلو بزاف مواظبه عليها والحمد لله شوفوا شويه كتحسي بالراحه النفسيه المهم حسني من ما كنتي وصافي وهنا اختي راه مغسوله معايا كلشي مغسول المهم هذا هو الروتين ديال شوفوا دابا الكوزينه بقات نقيه كيفاش ما شنو هو هذاك راه وزر ما شنو المهم ايوا نخليكم اختي في امان الله وهنا اختي واش